السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لنا نتيجة جد إيجابية ضد شباب محمدية، تنظن بأن إلى رجعنا لأطوار المباراة نظن بأن محمدية كانوا يستحقوا أكثر من هزيمة، ربما بالنسبة لي التعادل كان منصف الفريقين. الكرة الأخيرة سجلنا منها هدف، عزيمة ديال اللاعبين هي اللي خلات هذا الهدف يتسجل، لأن الكرة اللي تقريبا مشات، ولكن كنا محظوظين في هذه المباراة. سجلنا هدف في الاول، كان ممكن ان نسجلو مع بدايه ديال الشوط الثاني جوج ديال الاهداف، ولكن ما كناش جماعيين في واحد الكواري. فريق شباب محمديه جاو فرص باش يسجل، تنظر بان المهاجمين ديالو ما كانش عندهم القرار الصحيح في اللمسه الاخيره، والا كانوا ممكن يسجلوا اكثر من هدف. المباراه ديال اليوم حاولنا نعطيو فرصة لبعض اللاعبين، خاصة مباراة ديال آسفي خلفات مجموعة ديال الإصابات والعياء وورقة أوراق حمراء، بالتالي لعبنا لاعبين باش نشوفوهم نديرو لهم التقييم ديالهم المردود ديالهم باش نعرفوهم فين ممكن يوصلوا. خاصة تنتظرنا مباراة ديال الكأس، ثم تنتظرنا هذه مسابقة خارجية الموسم المقبل. كاين لاعبين اللي عندهم مؤهلات وعطاو واحد الانطباع ايجابي، كاين لاعبين اللي مازال خصهم يشتغلوا. العموم 53 نقطة بالنسبة لنا شيء مشرف جدا في هذه المرحلة هذه. الفريق عنده أقوى دفاع ومن بين أقوى الهجوم في البطولة. جد سعيد لهذه المعطيات، بالنسبة لي مرتاح على العطاء ديال الفريق. ميرسي كوتش. كما قلت المرتبة اللي تنحتلوها والمعطيات اللي كاينة ما يمكن الا تخلينا نكونوا سعداء بهذا الانجاز هذا في هذا الموسم. ومازال تنتظرنا الكأس اللي نتمناو اننا نمشيو نحقوه ان شاء الله. بالنسبة للموسم المقبل غيكون عندنا جلسة ان شاء الله في هذا الاسبوع باش نديرو تقييم الحصيلة، ثم التصور المستقبلي مع المسؤولين، لأن تنشتغلو في إطار مؤسسة، خاص المسؤولين يكونوا يعطيونا التصور ديال المستقبلي، خاصة في ظل المشاركة الخارجية. بطبيعة الحال كاين لاعبين اللي غتنتهي العقود ديالهم كذلك، وبالتالي ممكن الجواب على هذا السؤال يكون في المستقبل ان شاء الله بشكل واضح. المباراه المقبله غادي نسترجعوا بعدا جوج ديال اللاعبين اللي كانوا غايبين اليوم مفروضين، اللي هما صلاح مصداق وحمزه مدن، وبالتالي غيكونوا عندنا لاعبين اللي خلينا لاعبين من المباراه ديال اسفي يرتاحوا باش هذه المباراه غادي ندخلوا بالتشكيله الكامله ديالنا ان شاء الله. رغم الإصابة ديال الوادني غادي نحاولوا نلعبوا بالتشكيلة ديالنا باش المباراة الأخيرة مع الحسنية نخليو اللاعبين يرتاحوا للمباراة ديال الكأس إن شاء الله. ميرسي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.